الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى أزواجه وذريته الشرفى وأصحابه والتابعين أهل الوفاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم نجِّنا من البدع، ونجِّنا من الضلال، ونجِّنا يا مولانا من النار، وارزُقنا الجنة والفردوس الأعلى. اللهم احفَظنا بالإسلام قائمين، واحفَظنا بالإسلام قاعدين، واحفَظنا بالإسلام راقدين، ولا تُشمِت بنا الأعداء ولا الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إياك نعبُد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم آتِ قلوبنا تقواها، وزكِّها، أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها يا رب العالمين. عباد الله، سبق لنا ولله الحمد والمنة في الخطبة الماضية أن تكلمنا عن موقف من المواقف العظيمة، ومبدأ ومرتبة من مراتب الدين العالية، وعبادة من العبادات التي أوشكت أو صارت أو كادت اليوم أن تكون مهجورة، وهي عبادة الخوف، الخوف من الله الذي سماه الله تعالى في كتابه الوجل، الوجل الذي هو كما قال العلماء وأهل اللغة، الوجل اصطلاحاً هو الخوف الممزوج والممجوج والمختلط بالخشية والتعظيم للخالق جل جلاله، الخوف من الله الذي قال الله تعالى عنه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. هل تريد أن تعيش في أمان وسعادة واطمئنان؟ هل تريد أن تعيش الحياة الطيبة وتموت موتة الأبرار وتبعث مع النبيين والأخيار؟ اجعل مخافة الله تعالى بين عينيك. أرى هذا هو الدين، وهذا هو التدين الحقيقي، مش تدين المظاهر. أرى كلشي الناس كيصليو، وبزاف ديال الناس كيصوموا الاثنين والخميس، ها لا يفارق صيام الاثنين والخميس، وتراه حاضرا دوما في الصفوف الاولى، ولا يخاف الله
إذا اختلى بمحارم الله تعالى انتهكها وضيعها. الخوف الحقيقي والعبادة الحقيقية هي أن تجعل خوف الله تعالى بين عينيك تماماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل لما كان جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، فلما سأله عن الإحسان وهو أعلى المراتب بعد الإسلام والإيمان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي العبادة وهذا هو الخوف. قال الله تعالى أو سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى من سورة المؤمنون: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، هل هم الذين يزنون ويسرقون ويغتابون الناس ويقعون في المعاصي؟ قال: لا لا يا عائشة يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني، وفي رواية: أن يتغمدني الله برحمة منه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخائفين المتقين المبشرين، هو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. هذا حاله، وهو أول من يحرك حلق الجنة ويفتح أبوابها. الخائفون عباد الله يصلون ويصومون ويتصدقون، هذه صفاتهم، لكنهم على خوف ووجل وخشية ألا يتقبل منهم. فيا مسلمين، روى أهل السير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي يوماً في بعض شعاب المدينة، أي في أطرافها وشعابها، مع بعض أصحابه يتجولون، فلفت نظره على راعٍ يرعى غنماً له، فاقترب منه عبد الله بن عمر وقال له: تعال لتأكل معنا في هذا الحر الشديد واليوم الطويل شديد الجوع والعطش، تعال لتأكل معنا. فاعتذر الرجل وقال: إني صائم. فعجب عبد الله، عجب وقال: تصوم في هذا اليوم الشديد الحر؟ قال الراعي: أبادر أيامي الخالية. ثم قال له ابن عمر اختبارا له وامتحانا له، قال له: هل لك أن تبيع لنا شاة من غنمك ونطعمك من لحمها ونعطيك ثمنها؟ فقال الراعي: أنا عبد مملوك وأنا راعٍ خدام لسيدي. قال له ابن عمر: إن سيدك لا يرانا وأنت ثقة عنده،
إذا قال لك أين الشاة قل له أكلها الذئب، قل له أكلها الذئب. فماذا قال له هذا الراعي الشاب؟ قال له وهو أصلاً لم يكن مثقفاً ولا أكاديمياً ولا جامعياً ولا جمعوياً ولا إعلامياً ولا حقوقياً كما يتشدق بعض الرعاع من الناس اليوم. يجيك اليوم يقول لك هذا جمعوي وهذا إعلامي، لكع ابن لكع يتصدر ويتصدر أمور العامة. هذا الرجل البسيط لم يكن مثقفاً ولا جمعوياً ولا إعلامياً ولا يحمل شهادة عليا، لكنه يحمل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ونعم الشهادة. لكن معها شيء عجيب، ما يكفيش الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله باللسان دياله، يجب أن تستقيم جوارحه، ويجب أن يكون قوله وفعله سواء. هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معها الخوف من الله، معها مراقبة الله تعالى. قال أقول أكلها الذئب، ورفع أصبعه إلى السماء، قال وأين الله؟ ماذا أقول لله؟ كلمة دوت في قلب ابن عمر رضي الله عنهما، وأصبح يرددها حتى قدم المدينة وتخلى عن طعامه الذي كان يطهى له، وتخلى عن خرجته وعن رحلته، وأصبح يردد تلك الكلمة التي غيرت فيه كل شيء وهزت كيانه، وهو يردد وأين الله، حتى دخل المدينة ثم اعتق الشاب واشترى الغنم ووهبها له في سبيل الله. انظروا رحمكم الله تعالى إلى الخوف من الله تعالى وما يأتي به لأصحابه. الخوف من الله لا يأتي إلا بالخير، الخوف من الله لا يأتي إلا بالخير. أين الله؟ كلمة تقطع عروق القلوب وتمزق نساج الأفئدة، إذا فهمناها، فهمنا فحواها ومضمونها وعملنا بها صلح لنا كل حال. لو قال اليوم كل ظالم وغشاش ومرتشي ومزور وآكل للحرام، لو قال أين الله لابتعد عن الظلم وهرب من أكل الحرام. لو سأل الزاني نفسه اليوم عندما يقعد بين يدي امرأة لا تحل له أين الله لتذكر وقام وانصرف هاربا، هروبه من الأسد، هروبه من الأسد. فوالله الذي لا إله غيره لأن يأكلك أسد ويمزقك أطرافا وينخر لحمك ويكسر عظامك، خير لك أن تجلس بين يدي امرأة لا تحل لك. لو سأل آكل الربا
وآكل أموال الناس بالباطل، وآكل أموال الأيتام. لو سأل آكل أموال الورثة، لو سأل نفسه أين الله لتخلى عن الدنيا وما فيها، لتخلى عن الأموال وعن الفلوس وعن الأراضي، لتخلى عن كل شيء خوفاً من الله. كل المخاوف عباد الله، كل المخاوف تجلب لك الهموم والمشاكل والأمراض. يعني لما تخاف من الناس وتبدأ ترقب الناس ويبدأ الهم ديالك هو باش ترضي الناس، ولما تشوف فلان تخبى، ولما تشوف علان تهرب، ها، ولي الحال ديالك والعياذ بالله كحال المنافقين وكحال الكفار أصحاب القلوب المريضة والهمم الدنيئة والأخلاق السيئة. لما تولي تخاف من الخاصي والداني ترى الهموم من ورائك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك. إلا الخوف من الله فإنه سبب لخيري الدنيا والآخرة. ولقد قال الله جل جلاله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خوفك يا رب العالمين، واجعلنا من الخائفين الوجلين المخبتين الخاشعين لك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، معشر الصالحين والصالحات، الخوف من الله مبدأ عظيم، مبدأ من المبادئ التي لا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتخلى عنه. راه اللي تخلى عن الخوف ضاع له الدين ديالو، وكتولي العبادة ديالو خشبية، ما يولي يشعر بالخوف من الله، ما يبقاش في خوف الله، يجوه المعاصي وما يخافش الله وما يخشاش الله تعالى، كيولي عنده بحال الحلال بحال الحرام، بحال البرد بحال الحر، بحال الشدة بحال الرخاء، فيفقد بذلك حتى لذة الحياة، فلا يجد لذة في الحياة ولا يجد رغبة في العيش بتاتا. ما بقاش خايف من الله، خرج من دائرة الإيمان وخرج من دائرة الإحسان، فتراه يخبط خبط عشواء، مهموم مريض مكروب خايف. من اش خايف؟ خايف من الفقر، وخايف من المستقبل، وخايف من الغلاء، وخايف من الناس، وخايف من هذا اللي يقطع عليه رزقه، وخايف من هذا اللي يدير له كذا، وخايف من هذه، ها؟ هذا حال اللا خائف، هذا حال الآمن من مكر الله تعالى. الخوف مبدأ عظيم، ما خصناش نتخلاو عليه، ما خصناش نتخلاو، وإلا ما تبداوش تسألوا على الحالة اللي احنا فيها اليوم. مال الناس ما كيستجبوش، مال الناس ما كيصليوش، مال الناس ما كيرجعوش، مال الناس ما كيتوبوش، مال الناس ما قرش فيهم رمضان. ما كاينش الخوف من الله، الخوف من الله غائب. لو كان الرجل يخاف من الله ما يخليش المرأة ديالو تبرج، لو كان الرجل يخاف من الله ما يجيبش الحرام ويدخلو لدارو، لو كان الرجل يخاف من الله ما الصلاة والصدقة وهذه المظاهر اللي احنا فيها، لو كان الإنسان الحقيقي المسلم الحقيقي ما يخافش من الله تعالى ما تلقاوش هذه المنكرات التي لوثت العالم. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الفساد اللي هو ظاهر اليوم،
ظاهر بمختلف أنواعه، حروب، أمراض، غلاء، أوبئة، خوف، حزن، اكتئاب، أمراض مستعصية، كل شيء هذا اللي بين هذا، هذه مظاهر من مظاهر عدم الخوف من الله تعالى. هذا المبدأ العظيم ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، كانت الوظيفة الأساسية والخدمة الأساسية ديال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بصفة عامة أنه كان كيركز على أعمال القلوب، كان كيربي الرجال أصحاب المواقف، ماشي أصحاب المظاهر وماشي أصحاب اللحى. كان صنع الرجال، هذه هي الوظيفة الأولى ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزرع في قلوبهم الخوف من الله. انظروا إلى هذا المشهد العجيب، شوف هذا المشهد، هذا شوف. فكان أحد الصحابة إذا أذنب في مكان خال بعيد، شوفوا التوحد، هذا سرق ولا فسد ولا دار شي فاحشة ما شافوا غير الله سبحانه وتعالى، يعني بالإمكان ديالو يسر وصافي ونبينا عليه السلام. ها، كان أحدهم إذا أذنب ذنبا، وقد وقع هذا مرارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذنب ذنبا جاء خائفا متأطئا رأسه تضيق عليه الأرض بما رحبت، معترفا بذنبه، ممرغا وجهه في التراب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا حصل أكثر من مرة، رجل يقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت، زنيت، طهرني. ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك الجواثيف، لم يبعث الجواثيف، ولم تكن عنده مخابرات ولا كاميرات مراقبة، لكن زرع أو غرس في قلوبهم مراقبة الله تعالى. أما حال كثير منا اليوم فهو يراقب الناس، ولقد صدق علينا قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يدخل بعضنا إلى سوق أو محل تجارة فيجد، انتبه، يجد على لائحة ذات خط عريض واضح مكشوف: انتبه، المحل مراقب بكاميرات مراقبة. فيقشعر بدنه، شوف الخوف، شوف الخوف من الناس ايش كيدير، فيقشعر بدنه وترتعش أركانه، فلا يكاد يرفع رأسه ولا تكاد تمتد عيناه ولا تزيغ، لأنه مراقب بكاميرات. نستحي منها ونخاف من جماد ولا نخاف من الله، مع العلم أن هذه الكاميرات يمكن أن تعطل أو تخدع بحيال هذا الزمان التي لا تنتهي. واحد دير الكاميرا في المحل ديالو والخدامة ديالو اللي معاه كيسرقوه وما عارفش، هذوك الخدامة اللي معاه كيعيا ما يقلف دوك الكاميرات، ما عارفش كاع شكون اللي كيسرقو، حتى ولا كيستغرب ولا كيسرق راسه هو. فإذا به واحد النهار خرج هو من المحل وبدا كيراقب من بعيد، جا واحد في دوك الخدامة وهز واحد الكرتونة عامرة بالسلعة ورماها في المحل ديال الزبالة في محل القمامة أكرمكم الله، وجا الصديق ديالو مباشرة خداها ومشى، إوا دير أنت الكاميرات. ما كاينش خوف الله، إلا ما كتربيش على خوف الله كاع ما تعي راسك، إلا ما فيكش خوف الله
راه كامل الناس كيصليو، راه كان القرآن كينزل، كان القرآن كينزل، وكانوا الفواحش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشرب الخمر، وكانت الزنا، فين ما كانش خوف الله في القلوب، كما تعي راسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نخاف من كاميرا ولا نخاف من الله. أما الله تعالى فلا تخفى عليه خافية، الله تعالى حتى ذاك الشيء اللي كيدور في الراس ديالك عارفه، شي ذاك الخواطر وذاك الهم اللي كتفكر فيه وكتدور في راسك غادي ندير وغادي نفعل، عارفه الله سبحانه وتعالى، ما عندك ما تخبي. فإلا بغيتي تسعد وتفرح وتنجح في الدنيا وتلقى السعادة وتبعد عليك الهموم في الدنيا ويحفظك الله تعالى ويرزقك موتة هنيئة، موتة الشهداء، ويبعثك الله تعالى بعث الأنبياء والمقربين، فعليك بالخوف من الله. من خاف الله نجا، من خاف الله نجا. إلى هنا عباد الله، الخوف من الله تعالى عبادة يجب أن ندخلها قلوبنا، وأن نخاف الله في السر والعلن في الليل والنهار، ونخاف الله تعالى في السر أكثر من العلن. إحنا دابا كنخافوا من الناس، وما يقدرش دابا شي واحد فينا يدير شي خطأ، وكتلقى شي واحد من شدة الحرص على مراقبة الناس حريص باش ما يلقوش عليه الناس ذرة ديال الخطأ، وإلا لقاوها وعليه كتلقى غضبان ومكتئب علاش يلقاو عليه الناس واحد الخطأ. والله تعالى كيشوف فيك وانت كتعصيه، والله تعالى كيشوف فيك وانت كتاخذ الرشوة، والله تعالى كيشوف فيك وانت كتشهد الزور، والله تعالى كيشوف فيك وانت كتشرب الخمر. في ديك اللحظة تفكر، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. قال العلماء على تخوف، بمعنى كتلقاه كيعصي الله وخايف، راك هو عارف وراك يعصي الله وعارف بأنه مخطئ وخايف، يقدر ياخذك الله تعالى في ذيك الحالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا مولانا من الراشدين الخائفين المتقين الزاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه وجميع إخوانه، وارض اللهم عنا وعنهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم انصر إمامنا وولي أمرنا محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه واجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر يا رب العالمين. اللهم أصلح له بطانته، اللهم احفظه من الفساد ومن المفسدين ومن المغرضين، اللهم احفظه يا أرحم الراحمين بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، واجعله رحمة على البلاد والعباد. اللهم اجعله رحمة على البلاد والعباد، وبارك له في ولي عهده المولى حسن، وشد عضده بشقيقه المولى الرشيد، وتغمد برحمتك الواسعة الملكين الجليلين محمد الخامس والحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وبوئهما مقعد صدق عندك يا رب العالمين. مولانا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا، وما عندك من خير طلبنا فاقبله بوجهك الكريم. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، فأرسلي السماء علينا مدرارا، غيثا نافعا غير ضار، يحيي البلاد والعباد. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا،
ولا بذنوب غيرنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واحفظنا من هذا البلاء وهذا الغلاء. اللهم احفظنا من هذا الوباء ومن هذا الغلاء، ولا تكلنا لأنفسنا ولا لغيرنا طرفة عين، وتول أمرنا. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم يتوجع الآن في بيته أو في المستشفيات وفي كل مكان. اللهم إنك تسمعنا الآن وترانا، أنزل عافيتك وشفاءك على كل مريض مسلم يتألم، برحمتك يا أرحم الراحمين.